خلينا بقى نروح لاخر اخبار الصحف والمواقع ونشوف قايلين ايه عن كاس العالم للانديه والنادي الاهلي. كيفن جونسون المدرب المساعد جاهزون، المدرب المساعد للنادي الاهلي طبعا جاهزون لمواجهه الدحيل والكل متحمس لضربه البدايه. نوير طبعا حارس مرمى نادي بايرن ميونخ، التتويج باللقب السادس حافز اضافي. نوير بيقول نعرف الاهلي الامر لن يكون سهلا. فريتي نحترم خصومنا ولا نخافهم. طيب طبعا دي كانت الاخبار اللي عندنا النهارده، زي ما حضراتكم شايفين مايكل نوير بيتكلم وكل اللاعبين اللي بيتكلموا والمدير الفني وكل المديرين الفنيين بيتكلموا عن كأس العالم.